مش قادر ارفع دراعي. ايه اتشل خلاص؟ قادر ارفع دراعي. طيب اللي احنا بنعمله احنا بناخد كل عضله بنموتها على الاخر. دراعين ازاي؟ احنا بنقوم هنفك دلوقتي. ليتس جو. ازيكم شباب، ايه الاخبار؟ معكم سام سموي ومحترف كلاسيك فيزيك محمد القاضي. النهارده عندنا تمارين بايو ترايب ان شاء الله تستفيدوا منها. طبعا كلنا بنحب دراع قاضي كده البايو ترايب عنده ما شاء الله حاجه خياليه. فتعالوا نشوف النهارده شويه تكنيكس بنعملها في التمرين. نظام التمرين اللي هنمشي بيه الفتره الجايه انا وقاضي هيكون برو سبلت، بس مش بس يعني مش هنلعب عضله كبيره عضله صغيره، كل عضله لوحدها. يعني التشست هنلعبه مره في الاسبوع، ارم مره في الاسبوع، شولدرز مره في الاسبوع، باك مره في الاسبوع. نظام التمرين النهارده هيبقى هنلعب باي لوحده الاول، مش هننط ولا هندروب سيت ولا اي حاجه فرهضه. اول تمرين هو التسخين، بدا بالبار جاب 30 عده، بس ده البار الاوريجينال التقيل ده كام كيلو؟ ده 20 في 25 حاجه، 20 كيلو ف 30 reps. دلوقتي هنزود وزن خفيف جدا، هنجيب 25 بعدين 20، اول ثلاثه دول كده الورم، بعدين هناخد 3 working sets هنزود الوزن شويه هنجيب around 15 reps. بس جرامين ازاي؟ احنا بنقوم هنفك دلوقتي. Let's go. حط ال الوزن مش خفيف على فكره، وبالذات لما دلوقتي جبنا 25 ريب وكنترول تيمبو كنترول طالعين نازلين. دلوقتي هنزود برده تاني وهنجيب 20 ريبس. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no. To give up, if I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. تحضير جامد يا قاضي. كتاب اجمل تحضير ان شاء الله، خصوصا صحابك حواليك. حاجة بس اللي احنا بنعمله احنا بناخد كل عضله بنموتها على الاخر. تركيز تموت في التمرين فري ويت، الباقي بيبقى تركيز قوي على العضله دي. فان شاء الله هنموت الباي ونخش على التراي.
كده العلم كم سنة؟ 2 ولا 3؟ كده العلم 3 3 سيت؟ 3 سيت هنخش بس انا عايزنا لعبت 100 واحدة مش مش 3 بس هناخد هامر ستاندينج اوكي دمبل 3 سيت وكده البايسبس خلص طخ 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 مسمار ونمشي اول سيت 30 عدة بعدين هنزود يعني 25 بعدين هنزود يلعب 20 بعدين هنزود يلعب 15 بعدين هنزود هيلعب 15 تاني 6 سيتس هنا اول تمرين بيبقى 6 سيتس اول ثلاثة بيبقوا تسخين هاي ريبس بياخد وقته في الراحة وان هيز ريدي بيخش السيت اللي بعديه مفيش حاجة اسمها دروب سيت ولا سوبر سيت في الفترة دي الفترة دي كلها زي ما انتم شايفين نزود شوية جبت تقيل بس في بمب عالي جدا عشان احنا مركزين على الحركه النيجاتيف ومركزين ان احنا بنعمل سكويز فالموضوع متعب اكتر من لو انا شايل وزن تقيل ومرجح بيه مش مركز والاهم من كل ده الجزمه ايه رايكم بسمتكم جبناها مع بعض بامانه يعني انا جاي اصور النهارده عشان اجيبها بس نطقم ده مع ده وبتاع في صرف في الموضوع ستايلات يا باشا الجروب ده ستايلات بص سايب عندي ازاي عامل ازاي بص بص صور ستايل يا باشا اوجي يا على الكرسي وانت نايم شويه انبسط بس الزاويه دي مثلا فاهم الزاويه دي طب ما تخليني بار بار ما فيش فيش بار زيكزاك في الستريت هيبقى صعب عليك تعاوب ستريت انا بلعب ستريت واقف بلعب ستريت واقف كده مش عارف اقعد انا تعالى نشوف يلا خلاص هنا تبقى بنركز على الستريتش يا على السكويز فهتلاقي تمرين بنركز اكتر في حركه الستريتش وتمرين بنركز اكتر في حركه السكويز ده ستريتش
مش قادر ارفع دراعي. ايه اتشل خلاص؟ مش قادر ارفع دراعي بجد. الله يبص جود ورك اوت. اذا دي كانت تمارين بايو تراي، اتفرجوا في تمارين جايه كتير لازم تشوفوا بيت التمارين. لو اتبسطتوا النهارده اكتبوا في الكومنتس، عندكم اي اسئله للمحترف ابعتوا له اسالوه في الكومنتس. سامسونج بوي مو قاضي، انتظرونا في المزيد من التمارين القادمه.